أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد من حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية والدولية، ونستعرض مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين. ونبدأ لقاءنا اليوم بعناوين الصحف المحلية، والبداية من صحيفة الجمهورية. 3 مليار دولار خسائر اليمن من تفجير أنابيب النفط والغاز خلال 2012 ميلادية. صحيفة أخبار اليوم: أصدقاء اليمن يؤكدون دعمهم لوحدة البلاد ويرحبون بلجنة قضايا المتقاعدين الجنوبيين. اليدومي: إصلاح الأوضاع ليس بأحلام اليقظة، وتجاوز عوائق التخلف ليس برافعة العنف. مقتل صياد وإصابة آخر على أيدي بحارة أريتريين بالمخاء. صحيفة المصدر: هي وظيفة أخرى غير وظيفة المنطقة الحرة سوف تفشل دور مدينة عدن نهائيا. لواء أنصار الثورة يتحول إلى 139 مشاة ميكا ويستعد للانتقال إلى حضرموت. توتا أبي سلوتا: الحافرة حشرة مدمرة ترفع سعر الطماطم في اليمن. محافظ الحديدة يطالب رئيس الوزراء بإلغاء تراخيص شركات الاصطياد. الحكومة توقف مدير كهرباء عدن وتحيله للتحقيق. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض: الصحوة نت: رئيس الهيئة العليا للإصلاح يلتقي المبعوث الأممي جمال بن عمر ويؤكد حرص الإصلاح واللقاء المشترك على إنجاح مؤتمر الحوار. مجلس الوزراء يخول الدفاع والداخلية ضبط مخربي خطوط الكهرباء وأنابيب النفط. اللجنة الأمنية بمأرب تتوعد بملاحقة عناصر تخريب النفط والكهرباء. عدن أونلاين: أبو لحوم: أتمنى من المؤتمر الشعبي العام أن يكون جزءا من الحل وأن لا يكون جزءا من المشكلة. عدن بين الظلام ودعوات العصيان. مدير كهرباء عدن يحمل مجلس الوزراء عواقب عرقلة توفير الكهرباء للمحافظة. الأهالي نت: الموت يتهدد 94 معتقلا يمنيا في غونتنامو بعد دخول إضرابهم عن الطعام أسبوعه الرابع. قائد الأمن المركزي في عدن: البلطجية ينضون تحت مظلة الحراك وعدن شبه نظيفة من عناصر القاعدة. وفي الصحافة العربية نتابع أبرز العناوين. الشروق المصرية: اليمن الشرطة النسائية تشارك في تأمين الحوار الوطني. الاتحاد الإماراتية: اليمن يستبعد قرارات عسكرية قبل الحوار. الحياة السعودية: اليمن تعويضات عاجلة للمتضررين من الحرب مع القاعدة. الوفد المصرية: حقوقي: اليمن المدنية الحديثة ستحل القضايا العالقة. ونبدأ فقرة تفاصيل خبرنا الأهالي نت عن السجناء اليمنيين في غوانتنامو، والبالغ عددهم 94 سجينا مهددين بالموت جراء إضرابهم عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي. دخل إضراب المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتنامو عن الطعام أسبوعه الرابع، وتدهورت حالتهم الصحية وباتوا مهددين بالموت في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم. ويصل عدد المعتقلين اليمنيين بمعتقل غوانتنامو إلى نحو 94 معتقلا، بينهم 58 أكدت وزارة العدل الأمريكية خلو سجلاتهم من أي مسؤولية جنائية، كما يوجد عدد آخر من المعتقلين في قاعدة باغرام الباكستانية. وأفاد محامي السجين غالب البيحاني للأهالي نت إنه مضرب عن الطعام منذ أكثر من 30 يوما وقد خسر أكثر من 9 كيلو من وزنه، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أن وضعه الصحي في خطر كونه يعاني من مرض السكري. وسبق وشكلت الحكومة اليمنية لجنة لمتابعة قضية السجناء اليمنيين في معتقل غوانتنامو وفي العراق. وفي المصدر أونلاين نطالع خبر إغلاق ملف قضية صحيفة الأيام بشقيها الجنائي والمدنية وشكر الصحيفة للرئيس هادي.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الشعب بمحافظة عدن الثلاثاء حكما قضائيا يقضي بإغلاق ملف الدعوى المرفوعة ضد أسرة صحيفة الأيام وناشريها وعددا من العاملين فيها بشقيها الجنائي والمدني وبشكل نهائي. جاء هذا خلال جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الأبيض وبحضور ممثلي النيابة وفي واقعة التقاضي، حيث أكدت المحكمة أن إغلاق ملف القضية هو تأكيد على تبرئة ساحة أسرة صحيفة الأيام الموقوفة منذ منتصف عام 2009. وذكر بيان صادر عن الأيام أن الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي أمر في 12 من فبراير الماضي بإغلاق القضية بشقيها المدني والجنائي بشكل نهائي. مقالات الرأي والتحليل نبدأها من مقال عبد الملك الحوري في موقع مأرب بيرس، الحوار الوطني تحديات ومسؤوليات. أكد فيه على أهمية مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه الاثنين القادم، مشيرا إلى مسؤولية إنجاح المؤتمر ومن يتحملها باعتباره يمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة لليمنيين. إننا إذ نقف على أعتاب مرحلة فاصلة في التاريخ اليمني المعاصر، فإن مسؤولية إنجاح المؤتمر ووضع لبنات الوطن الجديد وتحديد معالمه تتوسع على كل أفراد الشعب، بداية برئيس الجمهورية وحكومته ومرورا بالأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والكيانات المختلفة وانتهاء برجل الشارع. وهذه المسؤوليات تختلف في حجمها وأثرها من طرف لطرف ومن كيان لآخر، لكن المسؤولية الوطنية تقتضي تحمل كل الأطراف هم الوطن وإخراجه من عمق الزجاجة إلى فضاء رحب تسود فيه قيم ومبادئ يتم الاتفاق عليها ويرتضيها الجميع. الحاوري في مقاله أشار إلى ما يجب أن يكون عليه حال اليمنيين في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، وضرورة إيصالهم لرسالة مهمة للعالم بمقدرتهم على تحقيق ما يصبون إليه ومقدرتهم على صناعة التغيير الذي ينشدونه. إننا اليوم أمام لحظة فارقة في تاريخ اليمن واليمنيين ومفترق طرق يجب أن يقدموا نموذجا فريدا للتغيير نحو بناء الدولة الحديثة ويثبتوا للعالم أنهم قادرون على إدارة أمورهم بأساليب متحضرة لإنقاذ بلدهم من الانزلاق إلى الهاوية والولوج في أتون صراعات لا تنتهي. سيكون الوطن فيها هو الخاسر الأول ولا يكون فيها مكان لمنتصر سوى أعداء الوطن من الخارج والداخل. همدان الحقب في الاشتراك نت كتب عن اللقاء المشترك وشباب الثورة قبيل الحوار الوطني، ناقش فيه جاهزية اللقاء المشترك وشباب الثورة لمؤتمر الحوار الوطني متسائلا عن تهيئة الأجواء للمؤتمر. قبيل الحوار الوطني على المشترك وشباب الثورة الضغط على رئيس الجمهورية لاتخاذ بعض الخطوات والقرارات التي تدفع بعجلة التغيير من أجل خلق أجواء أكثر أهلية لإجراء حوار يرقى إلى مستوى معاناة البلد وتطلعاتها. وفي الأهالي نت كتب سلمان المقرمي عن امتيازات حوثية سخر فيه من الثقافة التي يرتكز عليها الحوثي والتي تجعل منه متميزا وفريدا لا يشبه أحد وليس له مثيل. الخلفية الإيديولوجية والسياسية لجماعة الحوثي تقوم على مبدأ الامتياز الفريد الذي لا يشارك فيه أحدا، أي خصيصة حصرية به غير قابلة للانتشار والتشارك، كما تقول فلسفة الحوثي تجاه نظام الحكم مثلا. الحوثي وظف فلسفة الامتياز له لبناء منظومة عقائدية سياسية عسكرية واقتصادية وصولا إلى منظمات المجتمع المدني الحصرية به. تقوم نظرة الحوثي لنظام الحكم الذي يشكل محور حياة شعوب العالم على أنه حق إلهي مقدس خاص به بسبب سلالته التي يزعم وصولها إلى البيت الهاشمي. الكاتب رأى أن الحوثي بهذه النظرة وهذا التصور حاول أن يصنع له ميزات خاصة به ويفرض وضعية معينة تجعل تصرفاته متميزة عن تصرفات غيره وإن كانت غير لائقة ولا موضوعية.
الحوثي هو الجهة الوحيدة المخول له ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أينما وجد، في صعدة في حجة وحدها أكثر من 14,000 جريمة انتهاك خلال عام واحد بعد الثورة. كما في الجوف في سفيان، الانتهاك والعنف والإجرام مكون أساسي من مكونات الحوثي ماديا ومعنويا، وهو الجهة الوحيدة التي لا تدينه منظمات حقوق الإنسان ولا الناشطين والناشطات الذين أظهروا سقوطا مروعا لإنسانيتهم أمام انتهاكات أطفال حجة، مسألة نازحي صعدة لا أحد يجرؤ على مناقشتها. الحوثي هو الوحيد من المكونات المشاركة في الحوار يقتطع جزءا من أراضي الجمهورية اليمنية بالقوة المسلحة ويحكمها بقوانينه الخاصة وفقا لانفعالات ومزاي سماحة السيدي قدسه الله. في التغيير نت، كتب محمد عبد الحكيم الصلوي عن 18 مارس يوم العزة والكرامة، استحضر فيه جمعة الكرامة التي حاول الظلم والبغي النيل من الحرية والعزة والإباء، مؤكدا أن عزة الشعب حريته هي التي انتصرت رغم محاولاتهم البائسة واليائسة للنيل منه ومن حريته. ما أجملها وأشجعها لحظات حين تمتزج الحرية والشجاعة والكرامة في آن واحد، يوم أن حاول الظلم اغتيال الكرامة من وراء جدران الجبن والخوف على ساحة الحرية والتغيير. في ذلك الموقف الرهيب أرادوا أن يقتلوا الحرية ويخنقوا نسيمها ويخرسوا صوت الشعب، أرادوا أن يحاصروا الكرامة في جدرانهم المنهارة تحت تضليل زائف، إلا إن عزة الشعب وكرامته كانت هي الطرف المنتصر وهي اليد الأقوى، وآن لهم ذلك أمام عظمة الشعب وكبريائه. الصلوي في مقاله أشار إلى دلالات جمعة الكرامة وما حملته من مضامين ورسائل للشعب اليمني الثائر من جهة، وللظلم والظلمة من جهة أخرى. في جمعة الكرامة تساقطت أوراق النظام في خريف أنظمة الفساد والقمع. في مجزرة جمعة الكرامة أقسم الشعب أن يواصل المسير والتضحية من أجل الوطن ووفاء للشهداء. في يوم الكرامة كانت كرامة الشعب هي المنتصرة أمام رصاص القناصة وقنابل الغاز السامة. في يوم الكرامة أثبت الشعب أن تاريخه العريق لا يمكن أن يمحيه فاسد. في يوم ذكرى شهداء جمعة الكرامة نتعهد بمواصلة المسيرة والتضحية والفداء للوطن رغم كيدهم ومكرهم وتدبيرهم، فإن الله فوق مكر الماكرين. وفي يومية الجمهورية كتب أحمد عثمان تفريخ الحراك من طاقة إلى طاقة، ناقش فيه منهجية النظام البائد في تفريخ الكيانات والأحزاب، مشيرا إلى انتهاج فلوله هذا المنهج في إثارة الفوضى وإشاعة الإرباك في مختلف مناطق البلاد. يبدو أن زمن تفريغ وتعميم الحراك في كل قرية ومحافظة لإحراق اليمن قد بدأ، ولو أنه سيفشل ولن يحرق إلا مشعليه الأغبياء. وبدأ البعض فعلا يطلق صفارة الحراكات ليست السلمية ولا المطلبية وإنما المسلحة والمناطقية، فهم يخططون لأن يكون لكل محافظة حراكها وكل منطقة حراكها القائم على نفي وكراهية أبناء المحافظات والقرى الأخرى والدخول في فتن على غرار الضرب بالهوية. أحمد عثمان أكد في مقاله أن أساليب إثارة الفتنة ونشر الفوضى ستتعدد وتتنوع بدعم وتمويل سخي وآليات منظمة. الفتن المناطقية ومحاولة إثارة الفوضى والحروب ونبش الثارات والمشاكل بين المناطق والقرى ستزداد بدعم منظم وأموال غزيرة من أعداء الاستقرار، وسيتم نبش القضايا والثارات على مستوى اليمن والمحافظات بل والمحافظات الواحدة والمديرية والقرية، ولو استطاعوا أن يشعلوها حربا في كل قرية ومن طاقة إلى طاقة لفعلوا. أي حقد على اليمن يحمل هؤلاء قسما أن هذا الحقد سيقتل أصحابه وستنجو اليمن غصبا عنهم أجمعين.
وإلى الصحافة الجديدة، وفيها ننقل أهم المشاركات المتفرقة عن أبرز المستجدات على الساحة المحلية، والبداية من صفحة الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومية رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني الإصلاح، وعلى صفحته بالفيسبوك قال إن حزب الإصلاح لا يؤمن بالوصول إلى حلول لجميع مشاكلنا من خلال الحصول عليها مصادفة، وإنما بالسعي الحثيث والجاد والطموح في الأخذ بالأسباب المؤدية إلى التقدم والرقي. بعض الناس يحملون الإصلاح ما لا يحتمل، ويطالبونه بالقيام بالإسهام في إخراجهم من واقعهم السيء دون أن يحاولوا ولو مجرد محاولة تحريك الساكن سلبيا في حياتهم، عسى أن ينتقلوا من خلال تحركهم إلى الفعل الإيجابي المثمر نهوضا من كبوة أدمنوا التماهي معها كسلا وتهربا من المشاركة في تحمل مسؤولية بناء الوطن وإقامة دولة العدل المنضبطة بقانون يجد فيه المواطن ذاته وأمنه. إن الإصلاح لا يؤمن بالوصول إلى حلول لجميع مشاكلنا من خلال الحصول عليها مصادفة، وإنما بالسعي الحثيث والجاد والطموح في الأخذ بالأسباب المؤدية إلى التقدم والرقي. إن علينا جميعا أن نعقل أنه لا شيء اسمه الصدفة، وإنما هي أقدار تتدافع تقدما أو تخلفا، ضعفا أو قوة، علما أو جهلا. إن إصلاح أوضاعنا لن يأتي من خلال الاستسلام للأمنيات الخيالية وأحلام اليقظة البلهاء، ولن نسير نحو الأفضل بمجرد الانفعال الكاذب، ولن نتجاوز عوائق التخلف برافعة التطرف والعنف، ولن نؤسس ونبني مداميك مستقبلنا بمعاول الهدم. الصحفي أحمد عثمان على صفحته في الفيسبوك أكد أن الاستبداد لا شكل له ولا لون، فهو يأتي مع النظام الرئاسي والبرلماني ومع الفيدرالية ما لم يطاردوا بقوة المجتمع والمؤسسات والدستور والقانون، معتبرا أن الأهم في الفترة الحالية كيف نحكم ونحدد جوهر الدولة والنظام قبل شكله ولونه. الاستبداد لا شكل له ولا لون، فهو متلون مثل الحرباء، وممكن أن يعود مع النظام الرئاسي أو البرلماني ومع الفيدرالية أو المركزية، لا فرق لديه ما لم يطارد بقوة المجتمع والمؤسسات والدستور واستقلال القضاء والجيش ونزاهة المؤسسات. لن نفعل شيئا بمجرد أن نتفق على شكل الدولة ولون النظام دون أن ننجز أولا كيف نحكم ونحدد جوهر الدولة والنظام قبل شكله ولونه. الباحث جمال المليكي عبر تغريدة في تويتر أكد أن اختيار قوائم المشاركين في الحوار الوطني من قبل كل طرف يدل على مدى جديته في بناء الوطن. إذا كان المؤتمر قد اختار في قائمته صاحبة المقولة اقتل مليون اثنين ثلاثة تص فيهم، فقد اختار لنفسه أن يكون عصابة همجية وليس حزبا سياسيا. كل قائمة من قوائم المشاركين في الحوار تدل بشكل واضح على مدى جديته في الحوار وعلى مدى قدرته على الفعالية في بناء الوطن، وكل يضع نفسه حيث يشاء. وفي ردود ناشطو التويتر عن قرار المخلوع الذي اتخذه بغرض الاعتكاف نتابع: المخلوع قرر أن يعتكف، إذن سيتوجب على رئيس الجمهورية أن يوجه وزير الدفاع بتشديد الحراسة على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة حديث الصحافة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.